هذا وقد شهد الرئيس السيسي جلسة حوارية حول وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة بأفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ بالقارة استعدادا لقمة المناخ كوب 27. وقد أدار الجلسة جون دفتيريوس المذيع بقناة CNN، وذلك بمشاركة وزراء من غينيا الاستوائية ونيجيريا ومفوض البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الأفريقي.